عليكم، مساء الخير على كل محبيني. هو البسكوت ولا الرقيش تتعمل في رمضان بس؟ لا، الايام دي بنحب الشتاء، نحب نشرب حاجة سخنة بالليل، شاي بلبن او شاي بالنهار بتاعنا اللي بعد الغدا اللي بنشربوه، بيبقى اي حاجة بسكوت ببسكوت. بس البسكوت وجماله، عملت بقى حبة بسكوت جمال جمال، عايزينكم بصراحة. بس الجمال، بس ناشف وحلو جدا، ولا القراقيش وجمالها. بس القراقيش، بس يا جماعة القراقيش وحلاوتها ازاي. بس تمام، لازم في البيت يبقى فيه حاجة كده، حاجة ريحتها حلوة، ريحة الكحك زي رمضان، نشرب بيه شاي بلبن، أي حاجة نشرب بيها. فعندكم أنا منزلة الفيديو بالطريقة اللي هي كيلو بياخد كوبايتين سمنة، نص كوباية زيت، 4 بيضات، بتحطي بيضة بيضة، كوبايتين سكر، على الكيلو، على البيكنج باودر، على النشا، بياخد الكيلو بالظبط. القراقيش برضو من 2.5 لـ3 كوبايات بياخد كيلو، 3 كوبايات سمنة وزيت، الاتنين وسطانيهم بقى، الاتنين عايزة تخلي سمنة بس، بعجنها بلبن رايب يعني عنده كل الفيديوهات اللي انا عاملاها بالطريقة الجميلة دي. بس الجمال، ادي القراقيش وادي البسكوت، ودولت للحبايب بقى. طبعا ما اقدرش اكل حاجه الا لازم الحبايب ياكلوا معايا، واقول لكم عاده ما تتقطعش ابدا، في شتاء، في رمضان، في اي وقت تقدري تعمليه. واقول لكم باي باي، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو، في وصفه جديده.